من جديد، يجد السفير الأمريكي إلى إسرائيل ديفيد فريدمان نفسه في دائرة الضوء، هذه المرة ليس بسبب تصريحاته أو مواقفه الجدلية، وإنما بسبب صورة التقطت له. الصورة التقطت للسفير الأمريكي في إسرائيل أثناء زيارة فريدمان لمؤسسة خيرية إسرائيلية في مدينة بني براك شرقية تل أبيب. وخلال تلك الزيارة قام أحد العاملين كما ترون في هذه الصورة بالمؤسسة المتشددة بإعطائه هدية. هذه الهدية عبارة عن لوحة تصور القدس من أعلى، ولكن إذا دققنا النظر في هذه اللوحة سنجد أن الواقع الحقيقي للقدس تم تعديله، بحيث أصبح أو أزيل المسجد الأقصى وقبة الصخرة واستبدل بنموذج لجبل الهيكل. ولكن دعونا نذهب إلى الصورة الحقيقية للقدس من الجو. كما تشاهدون تختلف تماما عن الصورة المقدمة لفريدمان، تشاهدون بأنها تختلف من الصورة التي أهديت للسفير الأمريكي. ها هو طبعا المسجد الأقصى وهذه قبة الصخرة وتظهر في الصورة الحقيقية، بينما تختفي في الصورة التي قدمت إلى السفير الأمريكي. طبعا توالت ردود الأفعال، منها شديدة الغضب بعد الحادثة. قال أمين سر لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، يقول ظهور فريدمان مع هذه الابتسامة يدل على موافقة الولايات المتحدة وإقرارها لمثل هذا الفعل. إلى متى ستبقى هذه التصرفات المنحطة والحقيرة دون رد عربي وإسلامي؟ أما الأزهر فاستنكر ما حدث وقال في بيان له، دعونا نتوقف عند رد الأزهر، يقول هذا التصرف غير المسؤول يأتي في إطار استمرار الاستفزازات الصهيو أمريكية لمشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم حول العالم. ومع تصاعد الانتقادات تدخلت السفارة الأمريكية نافية أن يكون فريدمان على علم بالتعديلات الموجودة في الصورة، وغردت على صفحتها على تويتر قائلة: شعرنا بخيبة أمل عميقة أن يقوم أحد باستغلال زيارته بطريقة مثيرة للجدل. السياسة الأمريكية واضحة تماما، نحن ندعم الوضع القائم في الحرم الشريف جبل الهيكل، وفي الوقت نفسه طالبت باعتذار من المؤسسة الخيرية الإسرائيلية عما حدث. ولكن عودة بكم مشاهدينا إلى ردود الفعل، وبالفعل حيث قدمت مؤسسة أخياه أو الأخوة اعتذارا مشيرة إلى أن فريدمان لم يكن على علم بما تظهره تلك اللوحة. فالمؤسسة تقول أحد موظفينا قدم الصورة بمبادرته الخاصة دون استشارة آخرين، ونأسف لإيماءة سياسية رخيصة أدت إلى إفساد هذا الحدث. ورغم محاولة السفارة الأمريكية النائي بنفسها عما حدث، إلا أن الصورة أجدت منصات التواصل الاجتماعي، فقد غرد الكاتب الفلسطيني ياسر الزعاترة ظهور سفير ترامب وهو يتلقى لوحة تضع الهيكل مكان المسجد الأقصى لا يمثل وقاحة وحسب، بل هو صفعة لكل باعة الأوهام ومروجي الحلول. أما فاروق أحمد فكتب: فقط أنتم تصبون الزيت على الوقود على النار أو الزيت على النار. طبعا على الجانب الآخر هناك من يرى أنه لم يكن هناك ضرورة لاعتذار أحد عما حدث. فغرد إلياهو مثلا يقول: اعتذار سخيف، يصلي اليهودي الممارس لدينه 3 مرات يوميا لإعادة بناء الهيكل المقدس، لا يوجد شيء جدلي حول الفخر بكونك يهوديا متدينة. طبعا مشاهدينا، لمتابعة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أو غيره من المواضيع، زوروا موقع بي بي سي عربي لمتابعة آخر التطورات في صفحتنا المباشرة.